لي برجواك يا مولاي علقا قويا تحت بابك واشرف لي فيك يا ربي نيا لي برجواك يا مولاي علقا قويا تحت بابك واشرف لي فيك يا وانت يا ربنا تعلم بما في الطوية قدك داري بما في الظاهرة والخفية وان عصينا وسرنا في الطريق العكية فلي لك جود يغفر ذنبنا والخطية وإن عصينا وسرنا في الطريق العكية فلا لك جود يغفر ذنبنا والخطية تحت بابك وكل منك يبغى عتيا يلا اسلك بنا نهج الطريق السويا يلا اسلك بنا اسلك بنا نهج الطريق السويا في طريق النبي والسيادة العلوية يا مجيب استجب يا مجيب استجب يا مجيب استجب وعجل بشربا هنيا يا مجيب استجب يا مجيب استجب وعجل بشربا هنيا واصلح أعمالنا يا ربنا يا ربنا واصلح أعمالنا يا ربنا والطوية واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا وان دعيت أهلي ودك للعطايا السنية وان دعيت أهلي ودك للعطايا السنية ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعية
فيك فلهم فيك فلهم ومعهم فيك فلهم ومعهم في الجنان العلي فيك فلهم ومعهم في الجنان العلي عند طه النبي المختار خير البرية عند طه النبي المختار خير البرية عند طه النبي المختار عند طه النبي المختار خير البرية عند طه النبي عند طه النبي المختار خير البرية بختنا بالنبي بختنا بختنا بالنبي هو كنزنا والخبيا ليتعك تجي في الحال في الحال من نهبتيا وادعيناه وادعيناه للبلوى يزيل البليا ولو صلوا ولو صلوا ولو صلوا عليه إنه إمام السريان.